هذا وزير تشغيل يقول لك ما عنديش شغل وما عندي ما نجمش نخدم عليه، انت اش تعمل؟ اش قاعد تعمل؟ اطلقنا برنامج جديد سميناه برنامج فرصتي. مثلا برنامج فرصتي اللي خدمنا عليه من 2015. برنامج فرصتي اللي سميناه فرصتي لانه كان على فرصتي، برنامج فرصتي يحكي على برنامج فرصتي، راهي اغلبيه الكاتيجوري نتاع البطالة كلها استوفت جميع اليات التشغيل. نحن صغيرين قلنا تنميه وبرنامج فرصتي.